فك علينا من هكا خلينا نضحكوا رمضان اللهم رمضان بارك شوي سيدي جو شوي سيدي عشت, عشت قصه حب خليت اثر كبير فيك ولتوا ما نسيتوش الحب هذا اي مره تحولي خمسة 5 ملايين اي ما نسيتهمش التو نحكي على الحب امراه انا يعني نحكي على 5 الح... ملايين الحب يا صديقي كل شيء حتى انك يعني كتمر... تمر بحضن خل وتشوف حاجات حلوه حب عشت قصة حب أثرت سمع عشت في حياتي أنا عشت برشا قصة حب برشا أي ما نعرفش حبوني ولا لا أنا حبيت برشا حبيت برشا برشا حبيت وآخر قصة حب عندي أثينا بنتك الدنيا كنت نسخرك باش تقول لي مرتي مرتي يا ولدي الشجرة أثينا راهي غصن وهارون غصن الشجرة هذيك هذيك لا تستحق أن نقول لها نحبك اه خزرتي وبركه تعرف نحبها كي تمرض تعرف انا كيفاش يولي وجهي وكيف نولي نجري م. لانه تعرف الزوجه عند فقر زوجها ويعرف معه. الرجل ويعرف الرجل عند مرض زوجته ويعرف الاخ عند الميراث اما قصرت وقت معه. عادت مع الميراث عادت باه الاخوه اما قصرت, معه. رع رع قصرت معه. مع قصرت مع شكون؟ مع مع مرتي؟ مرتي بتلادي شعبان وبنزرت مرتي ما هي هذيك ما قصرتش معاها انا ما عطيتها شيء مما اعطتني حتى حد شيء حتى شيء حتى شيء مقصر لا مش مقصر ما عطيتها شيء واحد يقول لك مقصر معناها ما كنت زوج مثالي يا توفيق شكون زوج مثالي انت قسم بالله زوج مثالي قسم من بالله ما عطيتها شيء هي موجات تلفزه اه معاك ايه ما عطيتها شيء وقالت راجل داره يا ولدي داري مش نعطيه شو شوية الزيتونات بشوية نقسمهم وعندي شوية النخل وعنديش فيلة المرسى وفيلة جمرك وفيلة سكرة طوفية. طو نعطيه يا شنو هو باش نعطيه؟ الروح اللي في جيبي نقول له اهو إذا كان موجود شنو هو؟ إذا كان موجود يعني. دائما موجود أنا نقرأ الواقع كل صباح على الله ومن يقرأ الواقع لن يبيت جائعا كنت تشوفوا مع... بعد ما نكملوا الانترفيو طرح لي نقطة فلوس ولا باش تعطيني فلوس اسمعك والله نحكي والله نحكي الحكايه غير جيني رمضان بليش. شنو لا تحكيش شنو جيك بلاش تجيني بلاش للحصه بلاش ها ها والخويا في رمضان يا حباني شفتني قد ساقط هكاك عامل من لسليم وكرم وكل عاملة لهم هكاك هكاك اسمع نبدا لو ليه في توفيق نبدا قاعد لهم هكاك نعمل كي واحد هكاك يا توفيق ونقرا شويه الشعر راه عليهم شوي هاك سي معلول وهاك مسوقيل توفيق اش بيك؟ خليها في ربي هاي خاف منك يا توفيق خاف منك يا توفيق والله قلقتك توفيق؟ قلقني فيش يا ولدي مازال ما حتى حاجه ما تقلقني ما يقلقني شيء انا يعني. ما تقلقش مني انا اخت عروضات الناس ما نجبدش عروضات بارك. الناس وعائلتي ما نحب حد يجبد الباقي يكون نوع في اللي تحب وفي الناس اللي تتيح بهم الايام انا ما نمسهمش. ما تمسهمش. ولا ولا. نعم. اما برك رواك جعفر الجيس كريم اخوتي اخوتي بلها اخوتي. انا ونعرف نيتك إن طيبه مستحيل جعفر يا دي اخوه اقسم بالله يا اخوه شكون مش نلو... فما واحد ما يعرفش يمثل. شكون؟ خلي نعملش به فيديو شكون؟ مي قالوا في المسرح. ليه عاد؟ ولا لا يعرف. يعني. لا. لا لا لا. اصبح توا هو ما جبدوش وانا بالعاني على مي قالوا لا. مي قالوا انا حضرته في عرض مسرحيته وانا حضرته مجميل. مسرحيه ممتازه اش <applause> تقصد بالحق؟ <تصفيق> حلوة حلوة <تصفيق> لا اش تقصد؟ قالوا خوي ايه فيها حاجه برك تصلح مي قالوا شنو هي؟ سبيرونتيست <applause> اي باهي هذاك باهي بجدك تحكي كلينة. لا بجدك ولا تفتلي <applause> هذي سهل يعني بجدك نفهم فيها ان شاء الله سمعت مي قالوا ماشي عرس والله ما يستدعانيش العرس قسما بالله نداونوا بالرسم صاحبك خويا مي قالوا خوك توفيق كاش بيت على الاقل باش تقعد هكاك ما حد... مشاريعك ايش شنو الليله ما عندي حتى مشاريع <applause> <applause> ما عندك شيء توفيق عندي مسرحيه اي عنوانها جنة جنة وترابها نار ما عادش فكر المسرحيات أه؟ مسرحياتك المسرح الذهني نتاعك ما عادش مش والله نقدم في كوميديا حتى الشعبي في بالك نطرح انا نطرح نطرح كان نقول لك انا شطرحت بل عام 95 نتذكر وقتها نتذكر مازالوا ما الاجرام بعد في الاجرام في السنوات هذه قلت وانا عام 95 في مش بلعاني هذيك نتاع وقت يجي يحكمني يقول سيد القاضي كمش تحكمني ما وحدي حاكم تاجر في القمح في الكمون في الشمس في المطر في البحر اذا كان مش تحكمني حكم معايا اللي كتير الحلمة حلمه وخلق الظلمة يا سيد القاضي كان مش تحكمني حكم معايا عرفي مولا معمل البلاستيك اللي بلوك للف... اللي خ... سكر المعمل وبلوك الفلوس وخلانا ألف بطال كان مش تحكمني حكم معايا عباد ربي لعباه وكلام ربي بالدم يا سيد القاضي كان مش تحكمني حكم معايا دراغولا دراغولا بولحيه اللي يحب يقلب بلاد ما فوق سجادته يا سيد القاضي كان مش تحكمني حكم معايا اللي كتير حلمه وخلق الظلمة حكم معايا عباد ربي العبا وكلام ربي بالدم ####مالت إرادة... خمسة وتسعين خمسة وتسعين توا تقول توا 95 خمسة وتسعين راي كي نقول أنا جنوريك الدنيا تويكا. نقول عرفي في مسرحية تقلق نقول عرفي نخدم صحافي نقول عرفي خلي عارض... قلت له عارفي في شكون علاش العارض خلي عارض وخلص عارضه ما تخممش عارضه ما تفكرش قلت له عارفي نحب نفهم علاش نعارض في شكون نعارض لواش نعارض لوقتاش نعارض خلي عارض وخوض عارض وخلص عارفي هزني المستشفى المجانين حطني في مستشفى المجانين وخذت طياره مشى لجنيف يحضر مؤتمر حقوق الانسان حط انسان في مستشفى مجانين ومشى يدافع على حقوق انسان حط مست اللي نشوف فيه واضح ولا للخونه والعملاء في وطني وتونس عندها صورة جميلة للتاريخ تخافوش عليها توا ريت الظروف توا والله نخافها راه وقت جوجورتا تقتل جوجورتا الرومان حكموا على باجا سليانة الكيف جندوبة 100 سنة ما يزرعوش ما يزرعوش 100 سنة وحطوا عليها الملح عليها وعادت النار. تونس وقت جاء المعز يدينا لها الفاطمي باش يمشي يبني القاهرة هز فلوس تونس كلها اخر صيف وهزها خلاها بدينار فضة له ومشى يبني في القاهرة ورجعت تونس.. تونس كبيرة ترجع وتونس عندها حاجة قوية برشا تحرم الخونة من وجهها